لغة واحدة، مصير مشترك، تعاون دائم، وود لا يقطع أواصره الزمن، علاقة نسجت خيوطها عبر التاريخ، فالعراقة أساسها والأصالة عنوانها. الإمارات ومصر، مصر والإمارات، روابط كونتها الأخوة، لم تكن روابط سياسية ولا اقتصادية ولا ثقافية فقط، بل أيضاً صلات شعبية متأصلة في روح تعاون وود بين شعبين يجمعهما وطن عربي واحد. ولأن زايد مصن عليها، جاءت الفكرة لانطلاق الموسم الثاني من برنامج فضاءات ليكون من مصر. اليوم من أرض الكنانة نحدثكم، ومن بلاد النيل نخاطبكم عن تاريخ وثقافة بلد لم يهزمها المستحيل يوما، فأصبحت أما لكل الدنيا ومنارة لم يطفئ شعلتها اليأس. مرحبا بكم في فضاءات مصرية. مرحبكم من دهب، مدينة الجمال والسحر. هذه المدينة اللي تقع في الجنوب الشرقي لشبه جزيرة سيناء، على بعد 81 كيلومتر تقريبا من شرم الشيخ. تتميز هذه المدينة بطبيعتها الساحرة والخلابة، جبالها الشاهقة تعانق أمواج البحر الأحمر. هذه المدينة تتميز بمنتجعاتها، بالرياضات المائية، بالغوص، وسميت دهب لأن أرضها تشبه لون الذهب. Thank you.
عالم من الأحلام، ربما هو الخيال ذاته متجسد في صورة لوحة مصنوعة بإتقان. بحر من العجائب والمعجزات، نعمة منحها الخالق لمخلوقاته. الانبهار أقل وصف، الجمال يتحدث عن نفسه، يحكي، يروي، يسرد وينطق بعظمته. لن يبخل عليك البحر وسيعطيك من خيراته، كل ما تصبو إليه نفسك تجده من حولك، فقد أعطى وأنفق مما وهبه الله من موروثات كلها من بديع صنع البارئ. بين ربوع سيناء يغسل روحك الصفاء، وليس ذلك جديداً على الإبنة الوفية لأم الدنيا والتي لم تخذلها ولن تفعل مهما طال الزمن. الهوية المصرية شكلتها سبع حضارات، كان لكل منها لمستها السحرية على شخصيتها، فكانت جميلة عزيزة مقدسة أبية، حضارة لها تاريخ، تاريخ لم يقمس ملامحه الزمن بل زاد على عراقته قوة. مصر ملمحاً من ملامح العزة العربية. قالوا عنها أم الحضارة والعصر، أم الطيابة والأصل، أم النيل والوادي، رائدة المهارة، منطلق الجدارة. أراضيك خضراء وسماؤك زرقاء وجبالك صفراء، مياهك عذبة وقلوب أولادك بيضاء. كلمات الوصف لا تكفي وعبارات الهوى لن تعبر، فباتت تعلم الشعوب الكرامة ووصلت لمكانة أم الدنيا. حديثنا عن الماضي والحاضر والمستقبل، حديث عن مهد الأديان ومنبع الثقافات وتاريخ الأمم، مبعث الإنسانية. كيف أصف امتزاج ألوان البحر الخلابة بأنغام العزف البدوية التي أنشدت أجمل الألحان عن عزة وكرامة وقوة هذا البلد العريق؟ لم تهزمها المعارك ولم ينل منها اليأس، حروب كثيرة خاضتها على مر التاريخ لم تقلل من عزيمتها بل كتبت لها العزة، عادت من الغرق لتتنفس الحرية. لم يكن تعلق الشيخ زايد رحمه الله بها من الفراغ، أحبها لدرجة العشق، فأوصانا أن نكون بجانبها طوال الطريق، فهي كما قال كبيرة عظيمة. مصر للعرب هي القلب، وإذا توقف القلب فلن تكتب للعرب الحياة.
يا محروسة في القلب، يا أم الدنيا، دمتي لؤلؤة الشرق ودمنا لك حافظين.